بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بإذن الله تعالى بالقسم الرابع من أقسام هذا المتن المبارك وهو شرح الأصول الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلامة فيها من متأولفن وبوقت قشيت لبامد إننا بس أنا مثل كشو الكتاب أود شنا عليا مضمون ديب أيتك شنو بس دورن شو ثنية تك إن شو دورن جي مثل ثني أورنرث. نعم هذا الأصول الثلاثة تسأل عنها في قبرك. نعم إيش أصل لين كتاب الذنامة إيش ثان ثارة بذنامة قبر ده بيرجيك ثارة ولا نبدأ بالأصل الأول برنج ثارة برنج أصل نامة شو من بس لياث تسأل في القبر من ربك برنج بلين ثين قبرهم ده ثين ثارة الجق ثارة ونامة كم ثين ربهم كم فإذا سألت ماذا تقول نامة دي بأيدر ثين ثارة ربهم كم دي ثين تقول ربي الله ثين أيدر ثين نامة من ربهم الله الذي رباني يعني هو خلق الخلق وأمدهم بالرزق هذه تربية يقوم بها البدن الجسد نعم الله تغلى من يردتي الله تغلى من أرزق بردي شل نعمة مني يردن وشل يولو قندرن الله تغلى دي بأيتي نعم هذه تربية للظاهر والتربية للباطن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نعم. بذي برنجي داشمزا الله تعالى بذي نعمت رزقلار إنردي وبذي يوللارو قوانردي وإكنجي الله تعالى بذي تربية لمغي الله تعالى بذي نعمت بيخمرلارو قردي الله تعالى مقدس كتابلارني إنردي نعم فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا لا وجد خالق إلا الله سبحانه وتعالى ولا رزق إلا الله لابد أن يعبد هو وحده لا شريك له إغر الله تعالى بذي يردن مرثا إذا الله تعالى بذ رزق لنريان مرثا الله تعالى بذ أمر بر وأمر مذ عليان مرثا حق معني ثورة نامة بذ شل دينا أوعد دكمك لك حق الوليا دينا الله تعالى أوعد دكمك لك نامة حق الوليا نعم فإذا قيل لنا بما عرفنا الله ما الأدلة على وجود الله بذن ثورة ثلر نادب ثن الله تعالى نبلن نادب تندن الله تعالى نديس نامة دي بأيتمني لا يوجد مخلوق على وجه الأرض إلا ويعلم أنه مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق. يرزقنا يردلن مخلوقون إن هيج هيلي شق شبقس نعم همس بليا شنو يردلن نغني يعني بذنم بذنم يردزي خالق مدن بعدغن بليالر. فالمخلوق لابد أن يقوم بشكر الخالق المنعم والتفضل سبحانه وتعالى. Yaradılan mahluklar hükmü nam etmeli, öz yaradıcısına, öz halığına şükür etmeli. Berin nıgmatlar için, berin sana, şunca berin nıgmatlar için nam Allah Teala şükür etmeli. Naam, ve la yumkin en nasrif şey'en min el ibade li gayrillah. Hiç hil görünüştü, hiç hile birine, nam olsun, evliya olsun, ne el mukaddeslik deyip hesap ediyen varsa adamlar nam. Avadet edilen zatları, avadet edilen zatı Allah'dan gayrisine sarf etmediler. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك شرك أكبر كافر كفر أكبر مخرج من الملة. Bir adam Allah'dan gayrisine avadetin bir görünüşünü sarf etse, avadetin bir görünüşünü Allah'dan gayrisine etsenem böyle kafir, müşrik böyle dinden İslam'dan çıkıyor. نعم. مسألة مهمة جدا. قطي مهم bir mesele. أننا الآن نتعلم الحكم على الفعل أما الحكم على الفاعل حكم على الأشخاص فلان كافر فلان مبتدع هذا ليس لنا هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين بذن إساسي برمثألة مهم برمثألة شو اللي يرد أغضب كتشملي بذن شو وقت أورنياس ألمالياس نامة چين شو الغاتلارن حكمني بالمقلو چين بر آدم شون إتي نام موليا شو الشرق نامة يوني بذن هیچ بر آدما، ثن مشرق، نه ثن قابر، ثن نامه بدغت، ثن اول پلان دیپ نامه آدم نرو حکم چکار میارد؟ بول ایش بدن ایش مذار، بول ایش عالم در قاضی آدم لان ایشی بد، نم آدم نرو حکم چکار مقبول کنن مشغولن میارد، بد نامه شل ایش ات مکلن حکم نامه شل وارد عادیات و علم اورنیاس. نعم، فلا بد أن تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. حكمان هم عبادتلن
bar görünüşü Allah Teala'ya sarf edilmeli. Allah Teala'ya o vaadetleri bütünlüğün himmeti Allah Teala'ya olmalı. Men saraf şey'en min el ibade li gayri Allah ve şirk kafir, şirk akbar. Merre vahide fi hayati secde li gayri Allah, raka'a li gayri Allah, tafa havle el kubur, zabaha li gayri Allah muhabbeten ve ta'zim, hadi müşrik, şirk akbar. Ömrünü bir cegedek eden olsa da şirkin görünüşlerini, Allah'dan gayriyetine dua eden olsa, Allah'dan gayriyetinden medet dilen olsa, olmasa kavrlan taşından tavaf eden olsa, ya olmasa Allah'dan gayriyetinin adını tutup neyme, canlı kesen olsa, şu adam neyme oluyor, müşrik kafir oluyor şu adam. La tukbel minhu ey ibadet lillah, hatta yetub min hadi şirkel akbar. Hiçbir şul iş edenden son, şu şirki işini bitirinden son, şu şirki işi edenden son, hiç hil eden amali Allah Teala kabul etmeye te tovu edip, şul eden günah işini tovu edip, şul işini taşlayansa, neyme Allah Teala bu adamdan hiçbir doğanı ve vaadetini kabul etmeye. Vallahu aleyhi.